نداء الله الأكبر لركنه الأعظم، الحج كله عرفة وعظمة في مبدئه ومنتهى. لبيك اللهم لبيك في هذا اليوم وكل يوم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك. حشود حضرت وأقبلت ولبت، حشود آمنت وصدقت وبذلت، حشود يذكرنا جمعها بالمعاني الكبيرة والمبادئ السامية التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته حينها: كلكم لآدم وآدم من تراب، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا إذن اجتمع العربي والأعجمي، الأبيض والأسود، ذو الشأن وعديمه، كلهم على قلب رجل واحد وهم واحد ورجاء واحد، أن يعودوا غانمين بالمغفرة والإجابة. الحج مناسبة الدين التي أراد الله أن تكون آية للعالمين، شعور يشرح بالصوت والصورة كيف سيكون حالنا عندما نحشر. إنها دعوة عليا إلى تذكر ما يجمعنا لا ما يفرقنا، ودرس عميق في التخفف والتخلص في توحيد الهدف. في تعداد العالم هم قرابة 2 مليار مسلم، لكن أقل من 1% منهم يؤدون الحج كل عام، حظوا بأن يكونوا ضيوفاً للرحمن. هؤلاء 1,000,000 و2,000,000 يملؤون مكة، يتسلقون جبالها ويسيرون بشعابها، يعيشون أياماً في مكان الدعوة الأولى ومهد الملة الحنيفة ومعقل الإسلام وقبلته، مصدقين الوعد: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ومؤمنين بالقرآن: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ومستيقنين بالرسالة التي قال صاحبها صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا هو الحج، آية الله في أرضه، وروح الإسلام وشعيرته، وركنه الخامس الذي عقد على الاستطاعة، وباع الناس لأجله أملاكهم وأعمارهم ليحققوا بتأديته دينهم. والحمد لله كثيرا. تحت كلمة واحدة وفكرة واحدة لا يمكن أن يجمع هؤلاء إلا رسالة سماوية أو معجزة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى